مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بالصحة والخير والعافية. أنا اسمي سليمان. بناء على طلب كثير من الطلاب وكثير من الناس اللي حابين يبدوا التجارة الإلكترونية، وخاصة مشروع الأمازون والإي باي والزلبشتينجكايت بشكل عام بألمانيا، وحابين يبنوا هالبزنس هذا اللي هو بكون عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى اللي هي الإي كوميرس، تجارة إلكترونية، والفقرة الثانية اللي هي أنك أنت تنشئ شركة بألمانيا. قررت أعمل لكم شيء جديد مختلف شوي عن الشيء اللي بتعرفوه، وهو كورس جماعي. راح تلاقي هذا البي دي اف او راح تلاقي هذا المنشور وهذا البوست في اسفل هذا الفيديو، او ممكن تلاقيه بالصوره. بهذا الكورس راح يكون موضوع مختلف شوي تماما عن الكورسات اللي بتعرفها، لانه الهدف منه لما بتخلصه باذن الله تعالى انك تبلش المشروع هذا بشكل ناجح. طيب كيف راح يصير الكورس؟ هذا الكورس راح يصير اونلاين بشكل جماعي على الزوم مباشره معي لمده 40 درس. يعني عندك 40 درس راح تبلشهم او نشتغلهم مع بعض كلياتنا، مقسمين للفقرات التاليه لست مودولات. المودول الاول اللي هو البوتنسيال اناليزي للمجموعه بشكل عام، المودول الثاني اللي هو الاي كوميرس بشكل عام، امازون واي باي، المودول الثالث هو الماركتينج، المودول الرابع هو بشكل عام الزلبشتينجكايت. انت اذا بدك تنشئ شركه، شو بدك وشو لازمك وكيف راح تشتغل هالموضوع هذا بشكل صحيح. والمودول رقم 5 هو الاونلاين ماركتينج اللي بدك تتعلمه، والمودول رقم 6 واخر شيء هو انك تاسس انت هذا المشروع الجروندونج والشتارت انك تبدا فيه بشكل عملي على ارض الواقع. طيب هل هذا الشيء كله؟ لا، هذا الكلام بس لما بنعمله نحن مباشرة لايف معي. شو راح يجيك انت كمان دعم خلال هالكورس هذا؟ هدول الأربعين درس راح يكونوا لايف، زائد راح تاخد راح يوصلك لعندك على البيت بالبوست فلاشي. بهاي الفلاشي راح يكون فيها كورسين مسجلات نظري وعملي لحتى تاخذ المعلومات بشكل 100%، لانه 40 درس ممكن يكونوا ما انه هالرقم الكبير، ولكن راح تاخذ فيه معلومات عمليه اكثر من لما بتاخذ هدول الكورسين. الامازون اللي راح يوصلك على فلاشي بتحطهم بتشغل الفيديوهات. امازون فيه حوالي 60 65 فيديو، كمان مشروع فيه نظري وعملي مشان تطبق وراه واحد بواحد. واي باي كمان نفس الموضوع، اثنيناتهم بتكونوا حوالي 100 فيديو. هاي الميزه الاولى. الميزه الثانيه، راح ينعمل مجموعه واتساب. هاي المجموعة راح تكون بس لطلاب المجموعة هاي، يعني هذا الكورس راح يكون رقم واحد، تمام؟ راح يكون فيه طلاب، دول الطلاب عددهم صغير، راح يكون بين العشرة والعشرين شخص. قديت بالضبط ما بعرف، لأنه ما بعرف قديش راح يصير تسجل فيه. راح يكون بس لهالطلاب هدول، ما راح تيجي ناس من خارج الهي وتنضاف، لا، هدول الشخص بين العشرة والعشرين راح يكونوا مركزين، لأنه راح يمشي معهم أنا خطوة بخطوة بعدين لحتى يبلشوا المشروع. وعندنا الأسئلة، لو عندهم شيء راح يكون أنا موجود معهم على رأس القائمة. زائد عندك دعم شخصي لمدة شهرين بعد الفترة الأولى، زائد الواتساب الموجودي راح يكون في فترة دعم. يعني في حال أنت واجهتك مشكلة، صار معك شيء، بدك دعم، بدك حدا، بدك نصيحة، بدك موتيفاسيون معنويات، راح تلاقينا موجود لمدة شهرين من الفترة الأولى لحتى تبلش تنطلق وتشتغل. حلو. اللي بعدها راح تاخذ شهادة، بما أنه أنا مرخص من شركة الديكرا كمدرس للإي كوميرس وللزيبشتنج كان بشكل بالألمانية، بحق اللي أقدم شهادات. هاي الشهادة راح تاخذها اسمها تايم نامة بشاينجو، راح يكون مذكور فيها أبدا بالضبط أنت شو تعلمت بهالسيمينار أو بهالكورس. هاي فينك تستعملها بأي مكان، في حال أنت اشتغلت بعدين كمانيجر كبأونلاين ماركتينج بأي شيء، بتورجيهم إثبات أنك أنت معك هالتايم نامة بشاينجو هاي وعملت هالكورس هاد وخلصته. حلو. زائد راح يكون عندك دعم مباشر في ايجاد المنتج الرابح لكل طالب. يعني عدد الطلاب هاي الموجودين راح يكون انا معهم لحتى يلاقوا هن المنتج، وهي هي اهم نقطه. مو انه خلص يلا روح دور على منتج حالك، لا، هذا المنتج راح يكون انا معك بفتره ال 40 ساعه دول لحتى نحاول نطلع بمنتج. طبعا راح يكونوا مختلفين عن بعضهم، كل واحد راح يكون باتجاه مختلف عن الثاني. لذلك في مدور رقم واحد اللي هو تحليل المجموعه لحتى نفهم كل شخص شو هو الاتجاه وشو هو المنتج اللي بيكون مناسب له لحتى نحسن نعمل ابحاث عنه وتحسن نجيب عينه وتشتريها وتبلش فيها. واخر شيء راح تحصل كمان على بروشورات وكتب مجانيه، كمان راح ابعث لك اياها لعندك على البيت. هدول باخر الكورس راح يكونوا يساعدوك هدول في حال انت عندك اسئله، في حال صح تقراها. يعني فيسن انك انت تاخذ معلومات، ولكن عن طريق البروشورات والكتب هاي انك تقراها لحتى تزيد ثقافتك، لانه بدون علم مستحيل شخص يوصل لنجاح. لذلك امتى هلا بتسال حالك انه امتى راح يبلش هذا الكورس؟ هذا الكورس راح يبلش
بالشهر الثاني مبدئيا، وراح يصير سنوي بكل شهر راح تنعمل مجموعة جديدة. يعني مو معناها انه خلاص عملناها بالشهر اللي احنا فبراير او مارس وخلاص سكر، لا راح تفتح بعدين كل شهر نشوف احنا اذا مجموعة كملت راح يفتح كورس جديد. ولكن المخطط لوج بلانت مبدئيا هو بالشهر فبراير راح يكون مدته اسبوعين. تمام، اوقات التدريب لا تسأل نفسك انه انا امتى راح نبلش، امتى راح نعمله هذا كلياته، قلنا هذا اوقات التدريب راح تنحط مع الطلاب اللي راح يكونوا موجودين بمجموعة الواتساب لما بيسجلوا لحتى نتفق على بلان بحيث تكون مناسب لك ومناسب إلي ومناسب للجميع. نجتمع كلياتنا اونلاين زوم ونبلش الموضوع مع بعض. ما راح تكون مجبر انك انت تداوم من الاثنين للجمعة، لا راح يكون في اوقات معينة راح نحطها مع بعض ونعمل لها ابشتمن، يعني نعمل لها اتفق عليها كلياتها مع بعض حتى تكون هالشيء هذا مناسب لكل الناس. حلو. طيب هلا تسأل نفسك انا شلون بدي اسجل؟ موضوع سهل كتير، راح تنزل راح تلاقي يا اما بالبروشور هذا، يا اما راح تلاقي تحت بهالفيديو، يا اما بالبوست راح تلاقي رقم تليفون مكتوب اسمه سليمان السليني او المدرس سليمان السليني. بهذا الرقم بتبعث لي رساله واتساب، واذا بدك خبر مباشر يفضل تبعث رساله واتساب وانا بخبرك مكالمي لحتى نصف منك او افهم منك هل انت مناسب اصلا لهالشيء هذا ولا لا، وبنحط بنشوف لنا شو الترتيبات. بعدين راح اخبرك انا بتفاصيل هاي بعدين لما بنحكي مع بعض على التليفون. حلو. قديش راح يكلف هالمشروع هذا؟ قديش راح يكلف الشخص هذا؟ راح تلاقي سعره محطوط كمان بالبروشور، افتح عليه وشوفه. تمام، شو بدنا نحكي كمان؟ بتمنى لكم التوفيق. لو بتعرف حدا كمان حابب يسجل، حابب يداوم، صديقه كذا، كمان خبره 100 ألف سعر فيك، والتفاصيل تاري بنحكي على التليفون وبستنى. تشس.